باتنا في هذه الأثناء. الحكم محاولة ممتازة وجوناتان ماتياس يبلى بطولة الرابطة المحترفة الثانية. غايب الأبرز في تشكيلة المدرب ديدي غوميز، مختار هشام، تسديدة ممتازة ممتازة، هذه التسديدة محاولة ممتازة لصالح مولودية سعيدة عن طريق حميدي. شوف هنا كيف كانت الانطلاقة، التسديدة كانت تنقصها الدقة. شوف هنا محاولة ممتازة سعيدة في التنفيذ، طيب بالرملة، كرة دارية ممتازة صعبة خطيرة. شوف هنا المحاولة كانت محاولة ممتازة لصالح الشبيبة. نعم طه، كان عن طريق قدوس، قدوس التوزيعة مباشرة ناحية عثماني، ثم دائما تزال الكرة ممتازة ممتازة، والحارس جوناتان الحارس وفي نفس الوقت الأمامية للمقابلة هذه رايحة تكون مقابلة حامية الوطن. قدوس كرته طويلة يبعدها الدفاع عن طريق كناش، ثم الحارس جوناتان ماتياس كادت أن تباغت. شوف يعني من محاولة من كرة ميتة كانت من المدافع بن عيادة، هل ستكون الكرة مرفوعة؟ الطيب رملة كورتو من هناك، ولكن بن عيادة كورتو ممتازة، والحارس جوناتان يبعد الكرة مباشرة إلى الركنية. محاولة ممتازة، تسديدة رائعة وارتماء. هنا الإعادة، مخالفة جيدة أنكادري، كانت في الإطار. سفيان عمور، سفيان عمور كرته دائرية في القائمة الثاني، الدفاع يبعد بن عيادة كرته طويلة مباشرة، وخروج الحارس جوناتان ماتياس. سياحي هيبوط كرته طويلة مباشرة في أحضان الحارس جوناتان ماتياس، ويلعبوا بأعصاب باردة. حاول ممتازة ممتازة، والدفاع يتدخل. طيب بالرملة ممتازة هذه الكرة، شوف هنا الإعادة، فعل كانت من المهاجم الجلالي. شوف هنا كيف ضيع فرصة ذهبية لافتتاح مجال التهديف بعد، شوف هنا بعد، لكن في أحسن أحوالها مقارنة بما كانت هي الأخرى. تسديدة ممتازة، ولكن قلت بعد احتجاجات من جانب لاعبي شبيبة سكيكدا. شوف جيلالي مع اللاعب الشاب صاحب 21 سنة حميدي، حميدي أمام ماتياس، حميدي حميدي بالعيد يفتتح مجال التهديف لصالح مولودية سعيدة في هذه اللحظات وفي هذه الدقائق الأخيرة من زمن هذه المرحلة الثانية والمباراة، عن طريق ضربة جزاء وفرحة كبيرة وسط أنصار مولودية سعيدة بهذا الهدف الذي جاء عن طريق ضربة جزاء عن طريق هذا اللاعب حميدي بالعيد. حميدي بالعيد يتمكن إذن من افتتاح مجال التهديف لصالح مولودية سعيدة. شوف هنا كرة حميدي بالعيد في جهة، والحارس مستوى والأداء يبقى ناقص نوعا ما، ولكن المقابلة كان فيها لونجو وتمركزت في وسط الميدان فقط، كانت معركة تاع وسط الميدان، ما شفناش فيها لقطات شيقة، ما شفناش فيها من الجد. وفي هذه الأثناء الحكم السيد زوي يعلن على نهاية هذه